السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الفيديو الذي أريد أن أوضح فيه بعض الأشياء التي تؤدي إلى إغلاق قنوات اليوتيوب بشكل نهائي. وقد لاحظت أن المحتوى العربي يعاني كثيرا من هذا المشكل، وخصوصا القنوات الإسلامية، لأنه أعرف العديد من الأشخاص لديهم قنوات إسلامية كبيرة جدا وتم إغلاقها بضغطة زر، وهذا شيء محبط. وأريد أن أنبه إخواني الذين يمتلكون قنوات على اليوتيوب وخصوصا قنوات إسلامية، فيجب أن تتبعوا هذه النصائح. أولا، من بين الأسباب الكبيرة التي تؤدي إلى إغلاق القناة هو وضع تعليقات بشكل مستمر، أو بمعنى آخر بشكل مزعج، كأن تقوم بطلب الاشتراك من الأشخاص بطريقة متتالية في قناة محددة. وأريد أن أنصح الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية وخصوصا القنوات الإسلامية، لأن هذا يحدث بشكل كبير عند القنوات الإسلامية. والأمر الثاني هو نشر مقاطع بدون تعديل عليها، مثلا أن تقوم بأخذ مقطع لقناة ويقوم صاحب المقطع بالتبليغ عنك بشكل مباشر فيغلقون قناتك. هذه الحلقة التي أعتبرها حلقة استثنائية، نعم، أريد فقط أن أنبه فيها الأشخاص أصحاب القنوات أو الذين يريدون إنشاء قنوات لليوتيوب. وشكرا لكم، كان معكم يونس من قناة الأندرويد الإسلامي.